السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات دبلوم التعليم التجاري شعبة التأمينات في حلقة جديدة من مادة التأمينات الهندسية. وقبل ما نبدأ في مادة التأمينات الهندسية، لازم نعرف إن احنا قطاع التأمين من أهم القطاعات المالية والتجارية. يبقى هنا قطاع التأمين بالنسبة لنا من أهم القطاعات المالية والتجارية اللي هي بتأثر على اقتصاديات الدولة. يبقى أنا عندي إن التأمين هو من أهم القطاعات المالية والتجارية وبيأثر على اقتصاديات الدول المختلفة. أما نيجي ندخل على المادة بتاعتنا اللي هي تأمينات هندسية، مادة التأمينات الهندسية دي تعتبر فرع من فروع التأمينات العامة. يبقى أنا عندي إن التأمينات الهندسية دي هي فرع من التأمينات العامة، وإن عندي إن التأمينات الهندسية أول وثيقة ظهرت في التأمينات الهندسية هي وثيقة انفجار المراجل البخارية. يبقى أول وثيقة هي ظهرت كانت اسمها ايه؟ كانت اسمها المراجل، انفجار المراجل البخارية، ودي أصبحت من التأمينات الإجبارية. يعني أنا كده الوثيقة بدأت إن هي تكون تأمينات إجبارية أو وثيقة إجبارية في بعض أو في معظم الدول الصناعية، في معظم الدول الصناعية. يعني أول ظهور للوثيقة كانت اسمها إيه؟ الوثيقة اللي ظهرت اسمها وثيقة انفجار المراجل البخارية. طيب هي دي كانت أول وثيقة ظهرت، أصبحت إن هي من التأمينات الإجبارية. يعني إيه إجبارية؟ يعني هي إجبار على أي دول صناعية في بعض أو في معظم الدول الصناعية بدأت إن هي تكون من الوثائق إجبارية أو التأمين إجباري. هنبدأ في الحلقة بتاعتنا اللي هي مقدمة عن التأمينات الهندسية. مقدمة عن التأمينات الهندسية، وما انا بقول تأمينات الهندسية يعني خاصة بالممتلكات، خاصة بالايه؟ بالممتلكات. طب انا لما باجي أأمن على الممتلكات، يبقى هنا شركة التأمين بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي حماية تأمينية. بتعمل لي حماية ايه؟ تأمينية، عشان دي ممتلكات. ان انا بأمن على ايه؟ على اللي هي تأمينات هندسية، على المباني، على الأجهزة، على الآلات، على المعدات. كل دي يبقى خاصة بالتأمينات الهندسية. طيب يبقى احنا هنا في الحلقة بتاعتنا هنبدأ في الوحدة الأولى اللي هي مقدمة عن التأمينات الهندسية. طب أول حاجة لازم نعرف يعني ايه تأمينات هندسية. تعريف التأمينات الهندسية هي مجموعة من التأمينات الممتلكات والمسؤولية المدنية، بتهدف إلى ايه؟ إلى حماية كافة المشروعات الصناعية المختلفة، سواء كانت إنشائية أو تحويلية أو استخراجية، من الخسائر المادية، وكذلك الخسائر التي تصيب الآلات والمعدات والأجهزة والتركيبات والمباني. يبقى هنا عندي إن التأمينات الهندسية قلنا هي مجموعة من الإيه؟ من الممتلكات والمسؤولية المدنية. يبقى هي مجموعة من الممتلكات والمسؤولية المدنية. طب بتهدف إلى إيه؟ بتهدف إلى حماية. طب أنا بعمل حماية لمين؟ لجميع المنشآت الصناعية. طب المنشآت الصناعية أو المنشآت الصناعية سواء كانت إيه؟ سواء كانت إنشائية، سواء كانت تحويلية، سواء كانت بنائية، تمام كده؟ طب انا بعمل على ايه او بعمل حماية تأمينية على ايه؟ على الخسائر المادية والخسائر التي تصيب. طب بتصيب ايه؟ بتصيب الآلات والمعدات والتركيب والأجهزة كده. دي اللي هو تعريف التأمينات الهندسية. انا مش عاوزاك ان انت تعرف تحفظ، انا عاوزاك ان انت تبقى فاهم ان انا هنا التأمينات الهندسية هي مجموعة من الممتلكات والمسؤولية المدنية، ده اول جزء. طب انا بعمل حماية تأمينية لمين؟ للمنشآت الصناعية، سواء كانت ايه؟ سواء كانت انشائية او تحويلية او استخراجية. طب انا بعمل حماية تأمينية على ايه؟ على الخسائر المادية او الخسائر التي تصيب الآلات والمعدات والأجهزة والتركيبات. كده احنا عرفنا مفهوم او تعريف التأمينات الهندسية.
طبعا هنا الجزء بتاع التعريف ده هيجي في الامتحان شكله ايه. خلي بالكم ان انا في الحلقات بتاعتنا هنبدأ ندي جزء ونقول لك هيجي شكله ايه. يعني هنا في التعريف ده ممكن يجي لك مصطلح التأميني، يجيب لك اللي هو التعريف يقول لك ده مصطلح تأميني، اكتب المصطلح بتاعه. ممكن يجي لك صح وخطأ، ممكن يجي لك اكمل. طب هنا في الجزئية بتاع التعريف هيجي لك شكله ازاي؟ لو احنا شفنا على الشاشة اللي هو أكمل التأمينات الهندسية تغطي نقط التي تتعرض لها نقط اللي بتتعرض لها ايه؟ المباني والمعدات، او هنا الآلات والمعدات والأجهزة والتركيبات والمباني. يبقى هنا التأمينات الهندسية هي بتغطي، لسه قايلينها في التعريف، الخسائر المادية التي تتعرض لها. بتتعرض لها ايه؟ الآلات، المعدات، الأجهزة والتركيبات والمباني الخاصة بالمشروعات الهندسية وغيرها. هنيجي بعد كده ممكن يجيلك صح وخطأ. يعني شوفوا التعريف جالك أكمل وجالك صح وخطأ أهو. التأمينات الهندسية بتغطي الخسائر المادية التي تتعرض لها الآلات والمعدات والأجهزة والمباني الخاصة بالمشروعات الهندسية. احنا لسه قايلين ان التأمينات الهندسية هي بتغطي الخسائر المادية اللي بيتعرض ليها الآلات والمعدات والأجهزة والمباني الخاصة بالمشروعات الهندسية. يبقى هنا الإجابة هتكون صحيحة. يبقى هنا زي شوفوا زي ما احنا خدنا في التعريف، هو جاب لك التعريف، يعني تعريف واحد اهو، ممكن يجيب لك صح وخطأ، ممكن يجيب لك أكمل، ممكن يجيب لك المصطلح اللي هو التأمين. وعرفنا ان هو التأمينات الهندسية قلنا هي مجموعة من الممتلكات او المسؤولية المدنية اللي بيتعرض ليها او بتهدف الى حماية المنشآت الصناعية، سواء كانت انشائية او استخراجية، او سواء كانت انشائية او تحويلية او استخراجية. وقلنا ان الخسائر فيه خسائر مادية والخسائر التي تصيب، او الخسائر المادية والخسائر التي الخسائر على المباني والمباني والمعدات والأجهزة والتركيبات. بعد كده هناخد النطاق الحماية التأمينية. هنا في التأمينات الهندسية في النطاق الحماية التأمينية هما 3. بعمل نطاق حماية تأمينية على الوحدات المؤمن عليها، على التعويض، على تكون التعويض على التعويض مباشر او غير مباشر، والاخطار المغطاه. يبقى هنا 3 حاجات من الوحدات اللي هي نطاق الحمايه التامينيه. طب هنيجي نشوفها هنا على الشاشه. النطاق الحمايه التامينيه زي ما احنا قلنا اللي هي الوحدات المؤمن عليها، تاني حاجه الاخطار المغطاه او القابله للتامين، تالت حاجه التعويض عن الاضرار المباشره والغير مباشره. هناخد اول حاجه اللي هي الوحدات المؤمن عليها. هي ايه الوحدات المؤمن عليها؟ بيقصد بالوحدات المؤمن عليها هي الالات والتركيبات والمعدات والاجهزه. يبقى الوحدات المؤمن عليها الحاجات اللي انا بامن عليها في شركات التامين، اللي هي ايه؟ اللي هي في الالات، المعدات، والاجهزه، والتركيبات، والمباني. دي الوحدات اللي انا مؤمن عليها. يبقى لما يجي يسألك ايه هي الوحدات المؤمن عليها، الوحدات المؤمن عليها اللي يقصد بيها في التأمينات الهندسية اللي هي الآلات والمعدات والأجهزة والمباني والتركيبات. دي الوحدات اللي هي مؤمن عليها، الوحدات المؤمن عليها في نطاق الحماية التأمينية. طب تاني حاجة اللي هي ايه؟ الأخطار المغطاة. طب ايه هي الأخطار المغطاة؟ لو احنا شفنا على الشاشة الأخطار المغطاة او القابلة للتأمين، هي بتختلف من دولة لأخرى، من وثيقة لأخرى، ويتم تعويض الخسائر الناتجة عن نقص مهارة العمال، الإهمال، أو سوء استخدام الآلات. يبقى هنا الأخطار المغطاة هي بتختلف من دولة لأخرى ومن وثيقة لأخرى، وإن أنا بيجي أعوض تعويض الخسائر الناتجة عن نقص مهارة، مهارة العمال أو الإهمال أو سوء استخدام الآلات. طب تالت حاجة من نطاق الحماية التأمينية، هنا التعويض عن الأضرار المباشرة والغير مباشرة. عندي في التعويض عن الأضرار المباشرة والغير مباشرة أنا عندي نوعين، اللي هو التعويض عن الخسائر المباشرة والتعويض عن الخسائر الغير مباشرة. هناخد أول نوع اللي هو التعويض عن الخسائر المباشرة. يعني إيه الخسائر المباشرة أو التعويض عن الخسائر المباشرة؟
يشمل ذلك تعويض المؤمن له عن الأضرار التي تصيب ممتلكاته نتيجة وقوع حادث. يعني ايه اللي مباشرة؟ يعني ايه الخسائر الناتجة او اللي هي مباشرة؟ مباشرة اللي هي بتصيب الممتلكات، يعني انا مأمن على الآلات بتاعتي في المصنع فحصل حريق، فهنا راح الحريق ده عمل قضى على الآلات الموجودة عندي في المصنع، فدي حاجة مباشرة ولا لأ؟ هو أصاب الآلات اللي أنا مأمن عليها، دي اللي هي الخسائر الايه المباشره. الخسائر الايه المباشره ان انا امنت على الات، فالالات دي بالنسبه لي حصلت حريق، حصلت عطل، حصل اي حاجه في الالات دي فهي وقفت، فكده بالنسبه لي دي خساره ايه مباشره على الممتلكات، يقصد بيها اللي هي الخسائر على الممتلكات الخاصه بالشخص اللي هو المؤمن عليه. طب الخسائر الغير مباشره، انا عندي مصنع فانا مأمنة على الآلات، فالآلات دي وقفت، حصل لها عطل او حصل حريق فدمر المصنع كله، فكده غير مباشر ان انا كده المصنع هو كده هيشتغل؟ لا، المصنع كده مش هيشتغل. طب ليه مش هيشتغل؟ معناه الآلات كلها بايظة او واقفة، فكده هخسر بالنسبة لي لان هو واقف، فكده غير مباشر ان انا بخسر في الارباح او فقد الارباح او النتيجة ان المصنع ده واقف، فانا كده خسرت في الارباح بالنسبة لي. طيب لو احنا هنيجي نشوف اهو مع بعض، التعويض عن الخسائر الغير مباشرة بيشمل تعويض فقدان الارباح، ان انا فقد الارباح بسبب توقف الايه الانتاج، دي الخسائر الغير مباشرة. يبقى احنا عرفنا الفرق بين الخسائر المباشرة والخسائر الغير مباشرة. طب ممكن يجي فيها سؤال فيها هيجي سؤال، طب يجي سؤال فيها ايه؟ اكمل العبارة الاتية: نطاق الحماية التأمينية في التأمينات الهندسية، ايه هي النطاق الحماية التأمينية؟ احنا لسه قايلين ان نطاق الحماية التأمينية هما ثلاثة، اللي هي الوحدات المؤمن عليها، اللي هي الأخطار المغطاة، وتالت حاجة تعويض عن الأضرار المباشرة والغير مباشرة. يبقى هنا نطاق الحماية التأمينية في التأمينات الهندسية، أول حاجة الوحدات المؤمن عليها، تاني حاجة الأخطار المغطاة، تالت حاجة التعويض عن الأضرار المباشرة والغير مباشرة. أنواع التأمينات الهندسية، طب يبقى احنا هنا لو احنا نفتكر احنا خدنا ايه من أول الحلقة، احنا خدنا تعريف التأمينات الهندسية وقلنا ان التأمينات الهندسية هي مجموعة من الممتلكات والمسؤولية المدنية اللي هي بتهدف إلى حماية اللي هي المنشآت الصناعية سواء كانت إنشائية أو استخراجية، وقلنا ان هي بتعمل حماية تأمينية على الخسائر المادية والخسائر التي تصيب الآلات والمعدات والأجهزة والتركيبات. وبعد كده اتكلمنا على نطاق الحماية التأمينية وقلنا ان نطاق الحماية التأمينية هما ثلاثة، ايه هما؟ شطارة انا سامعاكم بتقولي لي الوحدات المؤمن عليها، الأخطار المغطاة، والخسائر او التعويض عن الخسائر اللي هي المباشرة والغير مباشرة. هنيجي في الجزء اللي بعد كده اللي هو انواع التامينات الهندسيه. طب انا عندي انواع التامينات الهندسيه هما كام؟ اللي هما سته. طب ايه هما؟ اللي هو تامين جميع اخطار المقاولين، تامين اخطار المقاولين او تامين جميع اخطار المقاولين. طب تاني نوع تامين جميع اخطار التركيب، هو بس دي مقاولين وده ايه تركيب. طب تالت حاجه معدات، تأمين معدات المقاولين البرية. رابع حاجة عطل الآلات. خامس حاجة المعدات والأجهزة الإلكترونية. وآخر حاجة من أنواع التأمينات الهندسية اللي هو فساد البضاعة. الست أنواع دول إحنا هناخدهم بالتفصيل، بس هناخدهم في كل من أول الحلقة الجاية هناخد كل واحدة أو كل نوع هنتكلم عليه باستفاضة. يبقى هنا احنا لو احنا فاكرين مع بعض اخدنا اللي هو انواع التأمينات الهندسية قلنا كام؟ هما ستة شطور. طب ايه هما الستة؟ هنشوفهم مع بعض على الشاشة ونشوف الانواع ونشوف هنا نتكلم بنبذة مختصرة، بس بعد كده في الحلقات الجاية هنبدأ ان احنا نستفيد فيهم مع بعض. يبقى هنا انواع التأمينات الهندسية، اول نوع اللي هو تأمين جميع اخطار المقاولين. هنا تأمين جميع أخطار المقاولين
بيعمل ايه، او هو خاص بايه؟ خاص من اسمه كده، اللي هو تأمين جميع اخطار المقاولين. انتوا عارفين المقاولين اللي هم بيعملوا المباني او كده، ده المقاولين. يبقى هنا التأمين ده خاص بالمقاول. هنا يؤمن المشروعات تحت الانشاء ضد جميع اخطار الانشاء والتشييد التي يلتزم بها المقاول في عقد المقاولة. يبقى مين اللي بيلتزم؟ هو المقاول في عقد الايه؟ المقاول. يبقى هنا بيعمل تحت بيأمن المشروعات اللي تحت الايه؟ الانشاء، وضد جميع اخطار الانشاء والايه؟ والتشييد. ده كان اول نوع اللي هو تأمين جميع اخطار الايه؟ المقاولين. طب النوع الثاني اللي هو تأمين جميع اخطار التركيب. هنا تأمين جميع أخطار التركيب، من اسمها كده تركيب، اللي أنا بركب آلات، اللي هو تركيب الإيه؟ الآلات أو المعدات. فأنا اسمها كده إن أنا تأمين على جميع أخطار التركيبات. التركيبات دي من اسمها إن أنا بركب مثلا، في الآلات بتكون جاية من بره، طبعا بتكون موجودة في علب، فطبعا يبدأ ان هو يركبها المهندس او الشخص اللي هو بيركب فيه الآلات. فطبعا ممكن الآلة وهو بيركبها ممكن تحصل خطأ في التركيب، فكده ممكن ان الآلة دي ما تشتغلش. فهنا صاحب الشركة او صاحب المصنع بيأمن على تركيبات الآلات والمعدات، لأن انتوا طبعا عارفين ان الآلات دي بتكون غالية جدا بغزة الثمن. فطبعا هنا بيبدأ ان انا صاحب المشروع او صاحب الشركة بيبدأ ان هو يأمن على التركيبات، ان انا لما اجي يركب لي الآلات عشان لو حصل اي خسارة تقدر ان هي شركة التأمين تعوضني عن الخسارة في تركيب الايه؟ الآلات. طب لو احنا نشوف اهو ان تأمين جميع اخطار التركيب اهو زي ما انتم شايفين كده، هنا بيبدأ ان هو يركب في الآلات والمعدات. فهنا لو حصل اي خسارة او اي حاجة، هنا شركة التأمين تبدأ ان هي تعوضني عليه. هنا بيأمن اهو المشروع من الاخطاء، او مشرع من الاخطار التي تواجه نتيجة تركيب الآلات والايه؟ والمعدات. طب تالت نوع، لو احنا قلنا تالت نوع ايه هو؟ شطار، اللي هي تأمين معدات المقاولين البرية. هنا برضك المعدات المقاولين الايه؟ البرية، ان هو بيغطي الخسارة الكلية او الجزئية لكافة انواع المعدات والماكينات التي يستخدمها مين؟ المقاولين في مشاريع التشييد والبناء. يبقى هنا انا بقى بيغطي لي الخسائر الكليه او الخسائر الجزئيه لكافه انواع اللي هي الايه؟ المعدات والماكينات اللي بيستخدمها مين؟ اللي بيستخدمها المقاولين في مشاريع التشييد والايه؟ والبناء. النوع اللي بعد كده اللي هو تأمين عطل الآلات. تأمين عطل الآلات، ممكن الآلة وهي شغالة يحصل عطل، فكده لو حصل عطل فأنا بالنسبة لي إن أنا عملت تأمين على عطل الآلات، لو حصل أي مشكلة هنا شركة التأمين تبدأ إن هي تعوضني على عطل الآلات. هنا بيأمن المشروعات القائمة والجاري تشغيلها، وذلك ضد الأعطال الناشئة عن الأسباب الإيه؟ الميكانيكية، عن الأسباب الميكانيكية. تأمين المعدات والأجهزة الإلكترونية. احنا عارفين ان المعدات والأجهزة الإلكترونية دي بتكون حساسة جدا وشديدة الحساسية، فطبعا لازم يبقى فيه هنا تأمين للمعدات والأجهزة الإيه؟ الإلكترونية. هنا بيؤمن الأجهزة الإلكترونية ضد ايه؟ ضد الأضرار المادية والمفاجأة والغير متوقعة التي تلحق بها. تاني حاجة، الوساطة الخارجية لحفظ المعلومات إذ ما أصيبت بما في ذلك المعلومات المخزنة إيه عليها. يعني أنا برضك بيأمن على الأجهزة الإلكترونية اللي هي حفظ المعلومات. هنا تالت حاجة اللي هو التعطل الكلي أو الجزئي لأجهزة الحاسب الآلي أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى وما يترتب عليها من زيادة تكاليف الإيه؟ التشغيل. طبعا انتوا عارفين ان هنا الحاسب الآلي او الأجهزة الإلكترونية بتكون حساسة جدا، فهنا شركة التأمين بتقول لك ان انا عندي وثيقة اسمها وثيقة تأمين اللي هي المعدات او الأجهزة الإلكترونية.
الآلات والأجهزة الإلكترونية. فهنا طبعا إن الشركة دي بتأمن على الأجهزة أو الحاسب الآلي، فطبعا أنتوا عارفين إن الحاسب الآلي أو الأجهزة الإلكترونية هي حساسة من الأتربة، حساسة من الأتربة، أو إن هي مثلا لو حصل فيها غبار أو أي حاجة فبتتأثر. فهنا شركة التأمين بتعوض أو بتبدأ إن هي تعوض الشخص لو حصل فيها هلاك في الأجهزة دي، فشركة التأمين بتبدأ إن هي تعوض عليها. بس طبعا هي هتعوض عليها كده وخلاص؟ لا، المفروض إن هنا المؤمن عليه لازم يكون، أو المؤمن له لازم يكون هو بيدفع أقساط التأمين. ما احنا اتفقنا إن هنا المؤمن له أو المؤمن عليه هنا بيبدأ يعمل تعويض، فبيبدأ يكتب يقول إن أنا يروح لشركة التأمين يقول له إن أنا محتاج إن أنا أأمن على الآلات دي، أو أأمن على المصنع أو الشركة في أو المعدات أو ساعة المقاول ما يجي يعمل مقاولة، فأنا بعمل هنا تأمين. فلازم هنا بيبدأ يعمل يقدم أو يدفع أقساط، فالأقساط دي لو حصل أي خسارة كده شركة التأمين تقدر تعوض. تمام كده؟ طيب يبقى هنا بعد كده احنا خدنا الأجهزة والآلات والأجهزة الإلكترونية. آخر نوع اللي هو تأمين فساد البضائع في مخازن التبريد. هنا بيؤمن البضائع الموجودة في مخازن التبريد من أي خسارة أو ضرر نتيجة عطل مادي فجائي للآلات التبريد. عارفين مخازن التبريد اللي هي الايه؟ اللي هي التلاجات، اللي هي التلاجات دي اللي بتكون موجودة في المصانع مثلا اللي هي فيها البطاطس، هي متخزنة في التلاجات. طب لو هنا التبريد او حصل ان التلاجات التبريد دي هي وقفت، صاحب المصنع او صاحب الشركة لو هو عنده اللي هي التلاجات التبريد او التلاجات هيبدأ ان هو يأمن على البضائع الموجودة في التبريد، مخازن التبريد، عشان لو حصل اي خسارة او تلف او فساد للبضاعة، هنا شركة التأمين هتعوض اللي هو المؤمن عليه باللي هو تعويض الخسارة اللي حصلت في البضاعة. طب لو انا مش مأمن على فساد البضاعة، مش مأمن على البضاعة الموجودة في مخازن التبريد، وحصل مرة واحدة ان حصل فساد في البضاعة وانا مش مأمن عليه، كده انا خسرت البضاعة بتاعتي كلها. طب لو انا مأمن يبقى هنا انا كده شركة التأمين هتعوضني بفساد البضاعة او البضاعة اللي انا خسرتها. دول كانوا كام نوع من انواع التأمينات الهندسية؟ قلنا هما كام؟ هما 6. طب ايه هما؟ نقولهم مع بعض، اللي هو تأمين جميع اخطار المقاولين، تأمين جميع اخطار التركيب، تأمين المعدات البرية، تأمين الآلات والمعدات الإلكترونية، الأجهزة الإلكترونية، تأمين عطل الآلات، وآخر حاجة تأمين فساد البضائع. تأمين فساد الإيه؟ البضائع في مخازن التبريد. ده كان انواع التامينات الهندسيه. طب هل هنا في الجزء ده بيجي فيه ايه؟ ممكن يجي لك سؤال مقال يقول لك اذكر انواع التامينات الهندسيه، هنقول الستة اللي انا قلتهم دلوقتي. طب وايه تاني؟ ممكن يجي لك اكمل، ممكن يجي صح وخطا. طيب لو احنا شفنا على الشاشه السمات العامه للتامينات الهندسيه، ايه هي السمات العامة للتأمينات الهندسية؟ اول حاجة ان جميع انواع التأمينات الهندسية هي تأمينات حوادث، لابد ان يكون التلف فجائي وغير متوقع. هنا لازم ان وثائق التأمينات الهندسية بتحتاج الى مجهود كبير في خدمتها وعملية متابعتها. يبقى انا وثائق التأمين الهندسية بتحتاج الى مجهود كبير في خدمتها وفي عملية المتابعة، ولازم ان التأمينات الهندسية دي تعتبر من التأمينات الحوادث، ولازم يكون اللي هو مفاجئ وغير متوقع. طب تالت حاجة من السمات العامة ان وثائق التأمينات الهندسية من الوثائق طويلة الأجل. ان الوثائق التأمينات الهندسية دي وثائق تأمينات ايه؟ طويلة الأجل، وان هي بتغطي وثائق التأمينات الهندسية أخطارا متعددة ذات حجم واسع والمدة طويلة. يعني أنا بالنسبة لي بتبقى مدة طويلة،
عندي ان الاخطار التامينات الهندسيه ذات طبيعه خاصه. ذات طبيعه ايه؟ خاصه. يبقى هنا من السمات العامه، انا عندي من السمات العامه هم 5. اول حاجه ان السمات من السمات العامه للتامينات الهندسيه، اول حاجه انا عندي ان التامينات الهندسيه دي هي من تامينات الحوادث، من تامينات الايه؟ الحوادث. وان اي خساره لازم تكون مفاجاه وغير متوقعه، لازم يكون مفاجأة وغير ايه متوقع. ما ينفعش ان انا اكون عارف ان هيحصل خسارة، اتوقع ان يحصل خسارة وشركة التأمين تعوض، ما ينفعش. لازم ان الخسارة دي تكون خسارة مفاجأة وغير متوقع. تاني حاجة ان هنا التأمينات الهندسية هي طويلة الاجل، هي طويلة الايه؟ الاجل. تالت حاجة ان انا ان من السمات دي ان التأمينات الهندسية بتحتاج الى مجهود في المتابعة، بتحتاج مجهود ان انا اشتغل فيها، ممكن بتحتاج وقت طويل ان انا اتابع، او ان انا الوقت طويل او جهد. فهنا دي من السمات التأمينات الايه؟ التأمينات الهندسية. طب هل بيجي فيها اسئلة؟ اه طبعا بيجي اسئلة في السمات دي بالذات، فلازم ان احنا نركز فيها. طب هيجي سؤال فيها ايه؟ ممكن يجي لك هنا اكمل جميع انواع التأمينات الهندسية. هي تأمينات ايه؟ احنا لسه قايلين ان جميع انواع التأمينات الهندسية هي تأمينات حوادث، وتعد من وثائق قصيرة ولا طويلة؟ لا طويلة، طويلة الأجل. يبقى هنا جميع انواع التأمينات الهندسية هي تأمينات ايه؟ تأمينات حوادث، وتعد من الوثائق طويلة الأجل. وثائق طويلة الايه؟ الأجل. ممكن يجي صح وخطأ في من السمات. من سمات التأمينات الهندسية أن يكون التلف في جميع الأحوال فجائي وغير متوقع. اه طبعا احنا قايلين ان لازم اي تلف او اي خسارة يكون مفاجئ وغير ايه؟ متوقع. يبقى هنا الإجابة دي هتكون ايه؟ صحيحة. يبقى احنا عملنا صح وغلط وعملنا اكمل، ممكن يجي برضك صح وغلط. اهو تعد وثائق التأمينات الهندسية من الوثائق قصيرة الأجل. احنا قلنا ان وثائق التأمينات الهندسية هي بتحتاج مجهود كبير وبتحتاج جهد. يبقى هنا هل هي تكون قصيرة الأجل؟ لا غلط، ان هي طويلة الايه؟ طويلة الأجل. ممكن يجي صح وغلط تاني. من السمات العامة للتأمينات الهندسية بتحتاج الى مجهود كبير في خدمتها ومتابعتها. اه طبعا احنا لسه قايلين ان من السمات العامة للتأمينات الهندسية بتحتاج الى مجهود كبير في خدمتها ومتابعتها. يبقى هنا الاجابة هتكون صحيحة. كده احنا خدنا السمات العامة، هناخد في السمات الخاصة بالتغطية في التأمينات الهندسية. وعندي السمات الخاصة بالتغطية في التأمينات الهندسية هم نوعين. ايه هم النوعين دول؟ النوع الأولاني بيشمل كافة أنواع المقاولات الخاصة بالإنشاء وكذلك مقاولات التركيب، أي منذ بداية الإنشاء وحتى تاريخ التسليم النهائي للمشروع. ده النوع الأولاني. النوع الثاني اللي هو بيشمل باقي أنواع التأمينات الهندسية، أي بعد تسليم النهائي وخلال فترة التشغيل، أي أن التغطية بتكون خلال مرحلة الإنتاج، خلال مرحلة الإيه؟ الإنتاج. يبقى أنا عندي من السمات الخاصة هما نوعين. النوع الأولاني هو خاص بالإيه؟ بالتشييد والبناء، إن أنا هستلم المشروع من بدايته لحد ما أسلم المشروع بتاعي، الشركة أو المصنع اللي أنا بعمله، فهو من البداية لنهاية المشروع. ده النوع الأولاني. طب النوع التاني، النوع التاني إن هو بيبدأ بعد نهاية التسليم النهائي، ويبدأ في اللي هي مرحلة الإيه؟ مرحلة التشغيل أو مرحلة الإنتاج. دي المرحلة التانية، المرحلة التانية اللي هي بتبدأ من مرحلة التشغيل اللي هي مرحلة الإنتاج. أما المرحلة الأولى هي من بداية المشروع إن هو الإنشاء والتشييد ولحد ما أنا أسلم اللي هو المبنى أو المشروع بتاعي. ده النوعين من السمات الخاصة للتأمينات الإيه؟ التأمينات الهندسية. طب هناخد أول نوع اللي هو النوع الأولاني ونشوف هنا مع بعض على الشاشة اللي هو السمات الخاصة بالتغطية في النوع الأول. بتكون مدة التغطية محدودة،
مدة التغطية بتاعته ايه؟ محدودة، بفترة تنفيذ المقاولة فقط، ولا يعاد أو يجدد التأمين بعدها. يبقى هنا أنا مدة التغطية دي محدودة، زي ما احنا قلنا. محدودة ازاي؟ إن أنا بحدد الفترة. أنا الفترة بتاعتي إن أنا هعمل إنشاء مثلا سنتين، إن أنا هبدأ إن أنا أنشئ مصنع أو شركة أو كده، المبنى بتاع المصنع. فهو المقاول يقول لك ايه، انا هبدأ مثلا من اول واحد واحد هخلص في 31/12 كده، خدوا سنة انا هخلص المشروع بتاعي كده. يبقى هنا فترة الفترة او النوع الاولاني هو محدد المدة، محددة ان هي من البداية لنهاية المشروع بتاعي، اللي انا هبني المصنع او الشركة بتاعتي. ده في النوع الاولاني، يبقى هنا محدد، مش مفتوح بالنسبة لي، لا انا محددة المدة بتاعتي. طب تاني حاجة اللي هو ايه، ان القسط غير قابل للتجديد. القسط غير قابل للتجديد بعد انتهاء تنفيذ المقاولة. انا مينفعش ان هنا القسط هيكون قابل للتجديد، لا هو غير قابل للتجديد. تالت حاجة، ان محفظة هذا النوع من التأمين نادرة ما تكون كافية. في دخل الايه؟ الاوكسيد، وبيكون من التأمينات النادرة. طيب برضك من السمات الخاصة في النوع الاولاني، ان مبلغ التأمين في هذا النوع عادة ما تكون ضخم جدا. يبقى هنا مبلغ التأمين بيكون ضخم جدا، ويرجع ذلك الى ضخامة حجم المشروعات. يبقى هنا انا عندي على حسب حجم المشروع. حجم المشروع لو هو صغير يبقى مبلغ التأمين صغير، حجم المشروع كبير يبقى هنا مبلغ التأمين كبير. طب احنا بالنسبة لنا في التأمينات الهندسية، هل حجم المشروع صغير؟ لا طبعا، حجم المشروع بيكون بالمليون او بالاكتر، مثلا 5 مليون 6 مليون، بيبقى مبالغ كبيرة جدا. فهنا كده مبلغ التأمين بيكون ايه؟ كبير، على حسب حجم المشروع. واحنا بقولنا ان في التأمينات الهندسية بيعتبر المبالغ او الحجم المشروع بتاعه ايه؟ كبير. طب من السمات التانية من الخاصة برضك، ان هو بيبقى التأمين ساري بعد اتمام المقاولة، والفترة محدودة، وتسمى اللي هي فترة الصيانة ومدة التجربة. فترة الصيانة ان هي في التأمين على كافة اخطار الايه؟ المقاولين. اما مدة التجربة في التأمين على كافة اخطار الايه؟ التركيب. يبقى هنا فترة الصيانة انا بشوف التأمين على كافة اخطار الايه؟ المقاولين. اما مدة التجربة ان انا بعمل على اخطار الايه؟ التركيب. دي السمات الخاصة بالنوع الايه؟ الاولين. هناخد اللي هو السمات الخاصة بالتغطية في النوع الايه؟ في النوع الثاني. ان الوثائق في هذا النوع سنوية، ويتم تجديدها سنويا او دوريا. يبقى هنا ان لو انتوا فاكرين السمة الخاصة بالتغطية في النوع الأول، ودي السمات الخاصة بالتغطية في النوع الثاني. النوع الثاني بيقولك ان الوثيقة في هذا النوع بتكون سنوية، ويتم تجديدها سنويا او دوريا. طب لو انتوا فاكرين في السمات الخاصة في النوع الاولاني كان هنا بيبقى ايه؟ احنا قلنا المدة بتبقى قد ايه؟ قلنا ان المدة هي محدودة او محددة من بداية المشروع لانتهاء المشروع، اللي هو التشييد والايه والبناء. ده في النوع الاولاني، يبقى هنا المدة بتاعته بتكون محدودة. اما في النوع الثاني اللي هو فترة التشغيل او مرحلة الانتاج، ده بيكون ايه؟ بيكون المدة بتاعته ايه؟ بيكون المدة بتاعته تجديد سنوي او دوري. سنوي او ايه؟ او دوري. يعني انا ممكن كل سنة اجدد الايه؟ المدة بتاعتي او الوثيقة بتاعتي. طب تاني حاجة، ان مدة التغطية غير محدودة في المدد الطويلة، فيتم التجديد لأجل غير مسمى. ان الوثائق المنتهية تجدد او تستبدل بأخرى بنفس الوحدة. ان محفظة هذا النوع من التأمين اكثر توازنا من حيث دخل الاوكسات عن النوع الايه؟ عن النوع الاول. طيب يبقى احنا كده لازم ان احنا نفتكر مع بعض اللي هي السمات الخاصة النوع الاول والنوع الثاني. النوع الاولاني زي ما احنا اتفقنا، النوع الاولاني ان هو خاص بالايه؟ بالتشييد والبناء.
ان هو بداية المشروع لنهاية المشروع، لان انا هعمل مصنع مبنى مصنع، يبقى هو من اول ما يشيد تشييد البناء ان هو يعمل المصنع كله لحد ما يسلم المقاول. ده في النوع الاولاني، وقلنا ان المدة بتاعته بتكون محددة. اما في النوع الثاني اللي هو خاص بالايه، بتشغيل او مرحلة الانتاج، ويكون هنا المدة بتكون غير محددة، بتكون تجديد سنوي او دوري، بيكون سنوي او ايه او دوري. طبعا بعد كده هناخد انواع الخسائر في التأمينات الهندسية. انواع الخسائر في التأمينات الهندسية انا عندي 3 انواع، اللي هو الخسائر المادية والخسائر التي تصيب الغير والخسائر في الأرباح. هناخد أول حاجة اللي هي الخسائر المادية. الخسائر المادية التي تصيب المؤمن له في أمواله وممتلكاته في المشروعات الهندسية المختلفة، سواء أثناء الإنشاء أو أثناء الإنتاج. يبقى هنا الخسائر المادية زي ما قلنا ان هي بتصيب المؤمن له في ايه، في امواله وممتلكاته. يبقى هنا الخسائر المادية هي الخسائر التي تصيب الممتلكات واموال اللي هو المؤمن له، بتصيبهم في ايه، في امواله او في الممتلكات الخاصة بيه. تمام، دي اللي هي الخسائر الايه، الخسائر المادية. طب النوع التاني اللي هي الخسائر في الايه، الخسائر في الارباح. طب الخسائر في الأرباح لو احنا شفنا مع بعض، الخسائر في الأرباح هي بتنقسم إلى نوعين، النوع الأولاني اللي هي الخسائر الاستثمار، والنوع التاني اللي خسائر الإنتاج. الخسائر في الاستثمار، الخسائر الناتجة عن عدم تمكن المؤمن له من استغلال مشروع معين نتيجة عدم انتهائه منه في الوقت المحدد، يبقى دي اسمها خسائر الإيه، الاستثمار. خسائر الاستثمار دي لو انا المفروض ان انا استلم من المقاول المشروع بتاعي، المصنع بتاعي، المفروض ان هو قال لي خلال سنة انت هتستلم مني المبنى جاهز بكل حاجة، فجيت السنة دي عدت وهو لسه ما خلص، فكده انا خسرت في الاستثمار ولا لا؟ اما انا لو انا كنت فتحت في الميعاد كنت هبدأ ان انا انتج، فكده ان انا هعمل ايه، استثمار بتاعي، فكده انا هستثمر، فكده من دي خسائر الاستثمار ان انا الوقت المحدد بالنسبه لي انا ما استلمتش المشروع بتاعي، فكده وقف، فانا كده بالنسبه لي ان انا عندي خساره في الايه، في الاستثمار. طب النوع التاني اللي هو خسائر في الايه، في الانتاج، او في الخسائر في الانتاج. الخسائر في الانتاج برضك ان انا الالات او المعدات دي وقفت، فانا كده مش هقدر ان انا انتج، اطلع المنتج بتاعي، مش هقدر ان انا ابيع، فكده خسارة بالنسبة لي، بفقد الربح بتاعي او الانتاج بتاعي ان انا اوزع فيه. هنا زي ما احنا شايفين اهو الخسائر في الانتاج، هنا الخسائر الناتجة عن عدم تمكن المؤمن له من الحصول على الطاقة الانتاجية الكاملة نتيجة للخسارة في ادوات الايه، ادوات الانتاج. النوع الثالث اللي هي الخسائر التي تصيب الغير، تتمثل في المسؤوليات المدنية التي يكون المؤمن له مسؤول عنها قانونيا اتجاه الطرف الثالث نتيجة لتنفيذ أعماله، نتيجة تنفيذ إيه، أعماله. يبقى هنا الخسائر اللي بتصيب الغير، بتصيب الغير إزاي؟ يعني أنا مثلا بيعمل في المصنع أو الشركة بتاعتي، فحصل إيه، حريق، فالحريق ده عمل في المصنع اللي جنبي، فكده أصبت الغير ولا لا، أصبت الجار اللي جنبي، فكده خسارة، الخسائر التي تصيب الإيه، تصيب الغير. يبقى أنا عندي كم نوع من الخسائر، عندي 3، اللي هي الخسائر المادية والخسائر في الأرباح والخسائر التي تصيب الإيه، الغير. وقلنا إن الخسائر في الأرباح بتنقسم إلى نوعين، خسائر في الاستثمار وخسائر في الإيه، في الإنتاج. طب بعد كده لو احنا شفنا، طب الجزء بتاع الأنواع ده بيجي فيه إيه، بيجي مثلا سؤال أكمل، أنواع الخسائر في التأمينات الهندسية. وقلنا إن الخسائر في التأمينات الهندسية الأنواع بتاعتها هما 3، اللي هما إيه، الخسائر المادية والخسائر في الأرباح والخسائر التي تصيب الغير. ممكن يجي لك أكمل، تنقسم الخسائر في الأرباح إلى نقط ونقط، قلنا اللي هي الاستثمار والإنتاج، خسائر الاستثمار، خسائر الإنتاج. هندخل في أسباب الخسائر في التأمينات الهندسية.
انا عندي كام نوع من اسباب الخسائر في التامينات الهندسيه، هما اتنين سببين. السبب الاول هي خسائر ناتجه عن عوامل فنيه، والنوع التاني اللي هي خسائر ناتجه عن عوامل موضوعيه. هناخد اول نوع او اول سبب اللي هي خسائر ناتجه عن عوامل فنيه. زي ايه الفنيه؟ نقص خبره المقاولين، عدم اتخاذ المقاولين او اصحاب المشروع اساليب الوقاية والمنع اللازمة للعمل. تالت حاجة نقص خبرة وكفاءة المهندسين والمشرفين والعمال. يبقى هنا اسباب الخسائر في التأمينات الهندسية هما نوعين زي ما احنا اتفقنا. النوع الاولاني الخسائر الخاصة بالايه او العوامل الخاصة الفنية، من اسمها كده فني. فني بقى نقص في خبرة المقاول، نقص في خبرة المهندسين أو التنفيذيين أو التنفيذيين. تالت حاجة إن أنا ما خدتش في الوسائل الوقاية والمنع إن يحصل خسور، دي اللي هي الفنية. طب النوع التاني اللي هي الموضوعية. طب الموضوعية ده اللي هو تدخل الإنسان ولا طبيعي؟ يبقى هنا لو احنا شفنا بقى النوع السبب التاني الخسائر الناتجة عن الموضوعية، خسائر الناتجة عن العوامل الموضوعية، عندي نوعين اللي هي عوامل ناتجة عن التدخل البشري، والنوع التاني عوامل ناتجة عن أخطار الطبيعة. النوع الأولاني اللي هو عوامل ناتجة عن التدخل البشري. زي ايه التدخل البشري؟ الإهمال الخطأ في طريقة الإنشاء، التنفيذ العمل، الخطأ في التصميم. لو انتوا شايفين اهو العوامل الناتجة عن تدخل بشري، يعني الانسان ليه دخل فيها، اللي هو زي الاهمال في الخطأ في طريقة الانشاء او تنفيذ العمل او الخطأ في التصميم. طب النوع التاني اللي هو العوامل الناتجة عن اخطار الطبيعة. اخطار الطبيعة ده لا دخل الانسان بيها، ده دخل يعني سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي دخل فيها. زي ايه؟ زي البراكين، الفيضان، الامطار، واخطار الزلازل، واخطار الاعاصير، واخطار الصواعق. يبقى هنا لازم نعرف اسباب الخسائر التي تصيب التأمينات الهندسية. انا عندي نوعين، العوامل الناتجة او الناتجة عن الموضوعية او الفنية، الفنية والموضوعية. الفنية اللي هي نقص الخبرة أو نقص خبرة المقاولين أو المهندسين. تاني حاجة اللي هي الموضوعية. الموضوعية دي بتنقسم إلى حاجتين، اللي هي عوامل ناتجة عن تدخل بشري، والعوامل الناتجة عن اللي هو الطبيعة، أخطار الطبيعة. التدخل البشري اللي هو بيتدخل الإنسان فيها، ليه دخل الإنسان فيها، زي الإهمال، إهمال في الإنشاء، الإهمال في أعمال التنفيذ، الإهمال في التصميم، تصميم المبنى مثلا أو الرسومات، ده الإهمال اللي هو ليه دخل الإنسان فيها. أما العوامل الناتجة عن الطبيعة، أخطار الطبيعة، زي إيه؟ زي اللي هي الفيضان، البراكين، ده لا دخل الإنسان بيها، ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عاملها، أو هو الموجودة بفعل، مش بفعل بشر، ده ربنا سبحانه وتعالى. اللي هي زي الفيضان، البراكين، الزلازل، دي من الأخطار اللي هي الأخطار الطبيعية. كده احنا عرفنا اللي هي اسباب الخسائر التي الخسائر اللي هي في التأمينات الايه، التأمينات الهندسية. طب بعد كده هنشوف بيجي فيها سؤال ايه، ده علمي صح او خطأ. ترجع اسباب الخسائر في التأمينات الهندسية الى خسائر ناتجة عن عوامل فنية وخسائر ناتجة عن عوامل نفسية. هل انا قلت نفسية من اول؟ لا طبعا، احنا قلنا هي خسائر ناتجة عن عوامل فنية وخسائر ناتجة عن عوامل موضوعية. يبقى هنا دي خطأ، عشان هو قايل ايه، نفسية، المفروض ان هي عوامل ايه، عوامل موضوعية. هناخد بعد كده وسائل تقليل الخسائر في التأمينات الهندسية. الوسائل اللي بتتخذها شركات التأمين للحد من هذه الخسائر، عندي كم وسائل اللي هي تقييم الخطر أو تقييم الأخطار الرئيسية للمشروعات، تاني وسيلة اللي هي زيادة الكوست، تالت حاجة زيادة التحمل الإجباري،
رابع حاجة اللي هي مشاركة المؤمن له في الخسارة. آخر حاجة إن أنا بقدم المشورة الهندسية. يبقى هنا الوسائل اللي بتتخذها شركات التأمين، إيه هي الوسائل اللي بتتخذها شركات التأمين للحد من الخسائر عشان ما يحصلش خسارة؟ هي شركة التأمين مش هتستفيد حاجة إن يحصل خسارة، فشركة التأمين بتعمل وسائل للحد من الخسارة. أول حاجة اللي هي بتقدم مشورة هندسية. بتقدم مشورة ايه؟ هندسية. عندها مهندسين متخصصين في البناء والتشييد والتركيب، هي عندها متخصصين في الشركة كده، تخلي ان المهندسين دول يقعدوا مع المؤمن لهم ويبدأ ان هو يديله مشورة هندسية. تقدر ان هي تعمل تحمل اجباري للمؤمن له ان هو يتحمل جزء، هي ما بتتحملش الايه كل حاجه، يعني شركه التامين مش بتتحمل الخساره كلها، فبتقسمها او بتجزئها للمؤمن له، ليه جزء بيتحمل ده اجباري وشركه التامين بتتحمل الجزء. تاني حاجه من الوسائل اللي هو لازم ان هي تقيم الخطر، لازم ان هي تقيم الايه الخطر، وهنا قلنا بردك ان انا بعمل زياده الكوست بتاعي. لازم ان هي تخلي مشاركة المؤمن له في الخسارة، يعني هنا زي ما احنا اتفقنا ان شركة التأمين مش هتعوض على الخسارة كلها، هي هتخلي المؤمن له يشارك في الخسارة الموجودة. يبقى هنا الوسائل اللي بتتخذها شركات التأمين للحد من الخسارة، هقولهم تاني، اللي هو تقييم، لازم ان انا اقيم الاخطار الرئيسية للمشروع، شركة التأمين بتقيم الاخطار. تاني حاجة هي بتزود الكوست. تالت حاجة ان هي بتزود التحمل الاجباري، بيخلي ان المؤمن له يتحمل اجباريا مش اختياريا. رابع حاجة اللي هي مشاركة المؤمن له في الخسارة، بتخلي المؤمن له ان هو يشارك في الخسارة. واخر حاجة ان هي بتقدم المشورة الهندسية بتقدم المشورة الهندسية. بعد كده الوسائل اللي بيتخذها أصحاب المشروعات للحد من هذه الخسارة، ايه الوسائل اللي بيتخذها أصحاب المشروعات؟ طبعا أنا مش هبدأ إن أنا في وسائل اللي بيتخذها أصحاب المشروعات، أو أصحاب المشروعات هيقول خلاص إن أنا قدمت أو أنا بأمن على المشروع بتاعي ده، فكده خلاص بالنسبة لي مش هقدر، أو إن أنا هسيبه كده ومش هعمل وسائل للوقاية. لا، أنا عندي لازم إن أنت تبدأ إن يبقى في وسائل بيتخذها أصحاب المشروع للحد من الخسارة، اللي هي ايه؟ أول حاجة اختيار الموقع المناسب، لازم اختار الموقع المناسب للمشروع، والتأكد من سلامة التصميمات الهندسية، وهنا بيتأكد ان من سلامة التصميمات الايه الهندسية. تاني حاجة ان هو بيتأكد ان الآلات المشروع مطابقة للمواصفات القياسية. يبقى هنا لازم اول حاجة ان انا اختار الموقع المناسب، لازم اختار الموقع الايه المناسب، يعني هنا صاحب المشروع او المؤمن له لازم اول حاجة من الوسائل الوقاية ان هو يختار المشروع المكان المناسب. تاني حاجة لازم ان هو يتأكد ان الآلات والمعدات مطابقة للمواصفات، الآلات والمعدات مطابقة للايه للمواصفات. تالت حاجة لازم ان هو يتأكد ان الآلات اللي موجودة دي شغالة فعليا، تمام كده. يبقى هنا اهو لازم اتاكد من سلامة التصميمات الهندسية، ولازم ان هو يتاكد ان الالات المشروع مطابقة للمواصفات القياسية، وهنا اخر حاجة التاكد ان الالات المشروع تم فحصها من قبل مهندسين متخصصين، لازم ان هو يتاكد ان الالات الموجودة تم فحصها من المهندسين المتخصصين. دي الوسائل الوقاية اللي بيتخذها اصحاب المشروعات اللي هو المؤمن له. نقولهم تاني اللي هو ايه، شطار انا سامعاكم، اول حاجة لازم ان انا اختار المشروع المكان المشروع اللي انا هنفذ فيه، اختيار المكان. تاني حاجة لازم ان انا اتأكد من التصميمات الانشاء، التصميمات الهندسية بتاعتي اللي هي بتاعت المبنى اللي هو موجود. لازم ان انا اتأكد ان الآلات مطابقة للمواصفات. رابع حاجة لازم ان انا اتأكد ان الالات دي تم فحصها من قبل مهندسين متخصصين، مش اي حد خلاص، لا لازم يكون مهندس متخصص. طب هنا الجزء ده ممكن يجي فيه ايه؟ في رابع حاجة اللي هو اتباع الوسائل اللازمة للحد من وقوع اي حادث.
اتباع الوسائل اللازمة للحد من وقوع أي حادث. إيه هي الوسائل اللازمة للحد من وقوع أي حادث؟ أول حاجة وجود أجهزة أمان لإيقاف الآلات فورا في حالة الطوارئ. يبقى هنا لازم يكون في أجهزة أمان لإيقاف الآلات فورا في حالات الطوارئ. لو حصل حريق أو حصل أي حاجة بيبدأ يديلي إنذار، فالآلات فورا بتبدأ إن هي تقف، فكده إن أنا ببدأ إن أنا أوقف المكن، الآلات بتقف فورا. تاني حاجة وجود أجهزة إنذار وإطفاء على درجة عالية من الكفاءة. تالت حاجة إن أنا بوفر وسائل الحماية الشخصية اللازمة للعاملين أثناء العمل. إن أنا بعمل بوفر لهم وسائل حماية اللي هي الشخصية اللازمة للعاملين أثناء أثناء العمل. دي كانت من اتباع الوسائل اللازمة للحد من وقوع أي حادث. طبعا لو احنا بقى فاكرين مع بعض اخدنا ايه في الحلقة، اخدنا تعريف التأمينات الهندسية واخدنا انواع التأمينات الهندسية وقلنا ايه هي اسباب الخسائر التي تصيب، اللي هي اسباب الخسائر في التأمينات الهندسية، واتكلمنا عن وسائل الوقاية بالنسبة لشركات التأمين وبالنسبة لاصحاب اصحاب المشروع. للأسف حلقتنا انتهت. أتمنى لكم التوفيق وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.